دمت يا مصر، دمت يا أعز الأوطان، ودامت أعلامك ترفرف تزهو وتسمو عالية خفاقة في عنان السماء. طابور الخليجي للأمام، انظر. يتفضل السادة الحضور بالجلوس الآن. ويمر أمام المنصة الآن طلبة قسم الضباط المتخصصين من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات، وقد حصل 346 طالبا وطالبة على دبلومة إدارة الأزمات والكوارث. ويظل علينا أمام المنصة لفيف من أبناء الكلية الحربية جاءوا اليوم ليشاركوا رفقاءهم في الضرب من أبناء كلية الشرطة، ليعلنوا للجميع أن جيش مصر وشرطتها روحان في جسد واحد. ويمر أمامنا الآن الطلبة من خريجي كليات الحقوق وهم يمثلون الدفعة الثانية، وقد حصل 200 طالب منهم على درجة الماجستير في القانون. ها هم حراس الكنانة يتقدمون بهامات مرفوعة فخرا بشرف الرسالة وسواعد فتية جاهزة لحمل الأمانة، وصدور تضم بين ضلوعها قلوبا تنبض تضحية وولاء وفداء. رجال نظروا على أنفسهم النصر فنالوه، ووعدوا وطنهم بالأمن فحققوه، وبذلوا في ذلك الجهد والعرق والدماء، ولم يتوانوا لحظة في الذود عن وطنهم بأنفسهم وأرواحهم. Thank you.
السادة أولياء أمور الخريجين، هكذا مرت الأيام ومضت السنين لتشاهدوا فلذات أكبادكم وهم يتقدمون نحو ساحة الاحتفال بهامات عزيزة شامخة وخطوات منتظمة ثابتة، يتأهبون للحظة المشهودة التي لطالما انتظرتموها لتشاهدوهم في عرس تخرجهم، يتأهبون لحمل مسؤولية أمن وطنهم.